خلونا نشوف احتمالات الأولى. ثمان احتمالات كالعادة. اذكر وظيفة ممكن تسبب للرجل مشاكل مع زوجته إذا كانت غيورة. عنده ولد. هيا. إذا كان دكتور. طبيب. 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 صح على علامة، تفضلي. مهنة تسبب للرجال مشاكل مع زوجته صار إن كان هي غيورة. ممثل. ممثل. ناصر القصبي ممثل. مذيع. 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 إعلام. التحقيق أو العسكري بس. مهنة تخلي المرأة تغار إذا كانت غيورة تسبب له مشاكل. حنا قلنا الطبيب لأن الطبيب يروح للمرضى ويشوف مريضات، ها؟ خاصة إذا صار طبيب تجميل. هذه نشبة الطويل تن عليه. وتمثيل إذا صار ممثل يعني حليوة، طبعا ناصر مو بحليوة بس مشي حاله. وحبيب الحبيب طيب حليوة؟ والله كله بعد والله حليوة ما شاء الله. وإذا صار إعلامي وش بعد؟ فيه وظائف تسوي غيرة عند المرأة، إذا يعني تسوي مشاكل إذا كانت غيورة هي. أما إذا كانت إنسانة عادية فمتفهمة عادي. ما هي المهنة؟ العسكري. العسكري. الضابط أو العسكري. هذا خطأ. مهنة العسكري لا تثير يعني ما تسبب مشاكل للزوجة الغيورة. مشك. إيش رأيك يا هيا؟ أعطينا مهنة فيها طب وتمثيل وإعلام. إيش بعض المهن اللي تسبب؟ هيا هيا بنا. ليتس جو. خمسة. خمسة. أربعة أربعة. ثلاثة ثلاثة. قاضي. اثنين. ها؟ قاضي. قاضي. يجون خريف. قاضي. هذا الخطأ الثاني. الجوهرة. ما قالوا الناس القاضي مع أن القاضي ممكن. قاضي القضاء. مدير علاقات عامة. مدير علاقات عامة. مدير علاقات عامة. المدير. المصور. 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 مصور. خطأ. هذا الخطأ الثالث. الآن تشاوروا فيما بينكم، هذه الجولة احتمالات. وش تقول أنت يا ياسر؟ وش رأيك؟ ايش المهنه اللي تخلي الزوجه تسبب مشاكل؟ انا اسال كل واحد وحدين، حرجع اخليكم تشاوروا، بس ابغى احتمال منك. الممرض. الممرض. قالوا الطب. مهند. مشهور بالسوشيال ميديا. مشهور بالسوشيال ميديا. اروى. مهنه قلت انا. اقول مهنه. قلنا طبيب او وظيفه وممثل ومدير والاعلام يعني مذيع ولا صحفي ولا ايش رايك؟ اروى. مهنه. ايش المهنه؟ لاعب. لاعب. وانت؟ وزير ممكن. وزير. ممكن. علاقات عامه واعلام. قلناها يا الاعلام. 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 كل شيء. هذا الاعلام يشمل كل الاعلام. مدرب. مدرب. انت اللي بتقول لي النهائي. مدرب، لاعب، وش؟ لاعب. قلت لاعب كره انت؟ لاعب كره. لاعب كره انت يا رو معهم؟ ايوه. موافق قلت يا ياسر؟ موافق. لاعب كره. لاعب محترف. الحين بس انت لاعب كره. خطا. 80 علامه للموسم.